خطاب الرئيس السوري بشار الأسد لم يحمل تغييراً في مضامينه عما سبق وكرره منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد حكم نظامه، خطاب ألقاه مجدداً من جامعة دمشق وضمنه الكثير من الوعود والكلام المكرر عن قوانين أحزاب وأعلام وانتخابات بلدية ونيابية من دون أن يتطرق إلى الآلاف الذين قضوا في الشوارع والمعتقلات، مكرراً وصفه للثوار بالإرهابيين. الجديد الوحيد في كلام الأسد اتهامه الخارج عموما وجامعة الدول العربية خصوصا بتدبير ما وصفه بالمؤامرة ضد بلاده وشن هجوما عنيفا على الزعماء العرب. وعندما نقول خارج عادة يخطر ببالنا الخارج الأجنبي، مع كل أسف أصبح هذا الخارج هو مزيج من الأجنبي والعربي، وأحيانا وفي كثير من الحالات يكون هذا الجزء العربي أكثر عداء وسوءا من الجزء الأجنبي. ولا أتحدث لأن الجامعة أو اتخذوا قرار الدول العربية بإخراج سوريا أو بتجميد العضوية، هذا الموضوع لا يعنينا لا من قريب ولا من بعيد. خروج سوريا من الجامعة العربية يطرح سؤال، هل يمكن للجسد أن يعيش من دون قلب؟ من قال بأن سوريا هي قلب العروبة النابض؟ ليس سوريا من اخترع هذا المصطلح، عبد الناصر قال هذا الكلام وما دار مستمره. نقول إذا كان بعض الدول تسعى لتعليق عروبتنا بالجامعة، فنحن نقول بأنهم يعلقون عروبة الجامعة، لا يستطيعوا أن يعلقوا عروبة سوريا، وإنما الجامعة بلا سوريا تصبح عروبتها معلقة. الرئيس السوري الذي أعلن أنه لم يأمر أبداً بإطلاق النار على المحتجين تحدث عن استمرار الحملة على الإرهاب لأن سوريا قوية بحسب تعبيره، والحفاظ على القوة يعني مكافحة الفوضى. وهذا لا يتحقق إلا بضرب الإرهابيين القتلة بيد من حديد، فلا مهادنة مع الإرهاب ولا تهاون مع من يستخدم السلاح الآثم لإثارة البلبلة والانقسام، ولا تساهل مع من يروع الآمنين، ولا تسوية مع من يتواطأ مع الأجنبي ضد وطنه وشعبه. الأسد أكد كذلك أن ما يجري في سوريا جزء مما هو مخطط له في المنطقة منذ عشرات السنين. فحلم التقسيم ما يزال يراود أحفاد سايكس بيكو، لكن حلمهم ينقلب كابوسا اليوم. فإذا كان البعض يعتقد أن زمن الصراع على سوريا قد عاد فهو واهم، فالصراع اليوم مع سوريا وليس عليها. الأسد أعاد التأكيد من جهة أخرى على أن وجوده في السلطة نابع عن الإرادة الشعبية، معتبرا أن لا انقسام ولا حروب في بلاده، إلا أنه أعلن استعداده لبدء حوار مع المعارضة الوطنية التي لا تجلس في السفارات على حد قوله.